من جهة الرابعة مع منى سامي. مرحبا بكم. لست دليلا سياحيا ولا جالس في محاضرة، صراخي سببه ما تمر به البلاد من متاعب ومصاعب. بهذه الكلمات رد الشيخ المثير للجدل عداي الغريري على قرار منعه. الغريري على غير عادة رجال الدين السنة في العراق الذين يرتدون العمائم البيضاء، فالخطيب الشهير عداي الغريري يرتدي عمامة خضراء. منع الشيخ الغريري من الخطابة على منابر المساجد من قبل ديوان الوقف السني في العراق، وأحدث ذلك جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وانقساما في الشارع العراقي. ديوان الوقف السني صرح قائلا ما يلي: قرر رئيس الديوان عبد الخالق العزاوي منع إمام جامع عمر المختار في منطقة اليرموك غرب بغداد عداي الغريري من الخطابة ونقله إلى مكان آخر على خلفية الانتقادات الأخيرة لما يحصل أثناء الخطب وتداولها بهزل على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم هذا الموضوع بصدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك حتى تيك توك وأيضا تويتر. وكان أكو وقفة من جامع عمر المختار للمصلين الذين يؤيدون الشيخ عداي الغريري ضد قرار المنع. لأجل هذا الموضوع ينضم إلينا اليوم الشيخ عداي الغريري. أهلا وسهلا بك شيخ عداي، وأحب أنوه أنه شيخ عداي لا يراني اللقاء عبر دي تي الله. أهلا وسهلا بك شيخ عداي. مرحبا ست منى، أهلا وسهلا. يا مرحبا يا هلا، نورتنا شيخ. وخليني أبدي وياك بقرار المنع. هذا القرار تشوفه ضد ظلم لشيخ عداي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله يعني هذا أعتبر يعني القرار ظلم ومجحف بحقي، وأنا لم أقل شيئا يستحق كل هذه الثورة يعني وهذا اللغط الموجود الآن موجود بالشارع، وإنما هي مفردة تكلمت بها يعني علمية وطبية وشرعية كل ما في هذا الأمر. طيب خلينا ندخل بالأسباب. السبب يمكن هو الخطبة الأخيرة اللي تحدثت بها عن تجارة الأعضاء التناسلية في خطبة أخيرة لك، هو هذا كان سبب المنع؟ هو هذا أولا. نحن أكو عندنا مصيبة حقيقة، مصيبة لكل العراقيين الآن ستمنى. هذه المصيبة الآن جاءت تشمل العراقيين. الآن العراق متصدر من الدول التي تبيع الأعضاء، ثم تأتي تقريبا سوريا من الدول التي تبيع المتاجر بالأعضاء البشرية. إحنا الآن نقول يا أهلنا يا أخواننا يا أحبابنا يا حكومتنا، الأحزاب الإسلامية والعلمانية وكلها، إحنا عايشين بهذا البلد، إحنا وين نريد رحنا نصير؟ إلى أين نذهب؟ الناس بدأت الآن أحوالها ووضعها، الآن بدأت تبيع الناس أعضائها، يعني ما معقولة يعني أنت كنت تقصد الناس تبيع أعضائها، لو كنت تقصد بسبب خطأ طبي قام به الطبيب القائم على العملية بسرقة هذه أو سرقة هذه الأعضاء أصلاً؟ أولاً إحنا نتكلم إحنا الوضع الصحي المزري، يعني إحنا نقول بالعامية إحنا نقول وين خوفت الله؟ إذا حتى الطبيب أبو الإنسانية أبو الطبيب أبو القسم الذي أقسم الأهل نسميهم إحنا دول هؤلاء الناس الملائكة التي تلبس البياض، وصل بهم الحال إلى هذا. هذه طبعا هي شكوى مقدمة طبعا شيخ عداي، بس هذا المفروض ما يتم تعميمه على جميع المجتمع العراقي، يعني قد تكون هذه حالات فردية من قبل الأطباء. احنا اولا موجود هذه اربيل موجوده، الناس تبيع كلاها، واكو ناس تريد تبيع جزء من الكبد مالتها، والناس تبيع اعضاء من عندها. بل يعني هسه الان موجود الان في اربيل اكو، اذا واحد تريد انت القزحيه مال عينك تبيعها باربيل هنا هسه بالعراق، القزحيه مال عينك تبيعها والناس يعني تبيع. حضرتك كنت تقصد التعميم على بيع الأعضاء البشرية طبعاً بصورة عامة وليس التخصيص بقضية معينة. طيب ألا ترى أن للمنبر خصوصيته ويجب أن لا نتلفظ به هذه الألفاظ التي تستفز الشارع العراقي؟
ست منى انت لازم اذا تقرين كتب الفقه نعم. عندنا اكو فيها اقوى من هذا الكلام. اولا انا ما تكلمت مفرده غريبه، اولا هذا مصطلح باللغه العربيه يعني المفرده والمثنى والجمع، هسه احنا ما نريد هاي موجوده باللغه العربيه نعم. اما المفرده احنا كما قلت اسلفت هي طبيه موجوده وموجوده شرعيه. ثانيا انه عندنا بالفقه اصلا كلام حتى لا يعني لا يستطيع ان يقوله الرجل يعني بين اهله مثلا، وهو موجود بالفقه موجود بالفقه نعم، بل موجود اضرب من هذا الفقه، موجود بالفقه الفقه السني والفقه الشيعي، موجود حتى العمليه الجنسيه بين الرجل والمراه وطريقه المداعبه وطريقه الجماع وكيفياتها وصورها. يعني هسه احنا ما نتكلم هاي كتب الفقه، وهذه قد وردت عن لسان الانبياء، يعني مو انا متكلم بها، يعلم الناس بها، وطريقه احكام النساء، يعني كلام اكبر واعمق من هذا يعني حقيقه، وقد تكلم علماء. طيب بس انت حضرتك شيخ عداي انت من يمكن النوادر الذي يتم تداول هذه المواضيع من قبل حضرتك على المنبر في خطوة الجمعة، يعني يمكن أنت الوحيد الشيخ اللي يحكي بهذه المواضيع. يا ست منى أنت هسا انزلي للشارع وروحي شوفي لك اشتري لك حاجة من أبو واحد أبو بسطية تحكين وياه بالفصحى؟ لا لازم تحكين وياه بالعامية. صح. أنا مو أنكر الفصحى لكن إحنا كلامنا مزيج بين الفصحى وبين العامية، أكو ناس قاعدة عندنا وناس جاي تسمع لنا أساتذة أكابر أعيان البلد، وأكو ناس عندنا بسطاء فقراء. فأنت تريد توصل لكل شرائح. أريد أوصل لكل نعم شرائح المجتمع. إحنا عنده مصيبة غير أوصل إلى مستوى الناس إلى مستوى تفكيرهم. الوصول بطريقة الصراخ هذا راح ينفر الناس من عندك شيخ. الصراخ والحركات التي تقوم بها على المنبر هذه ما تعتقد أنه هي تنفر الناس منك؟ أولاً ست منى أولاً هسه حقيقة أسأل الله المعافاة إليك والأهلك ولكل الناس. هسه هذا شنو علاقته بالموضوع؟ والله أعيدها إليك أسأل الله المعافاة لك ولأهلك. هسه إذا سمعين خبر هسه وأنت هسه بالهواء سمعين خبر يعني لا سامح الله لا سامح الله لا سامح نعم. عن أهلك هسه تنهارين وتقومين صرخين وأنت هسه على البث المباشر. يعني حضرتك ده تقول أنت تغير على دينك تغير على الإسلام. ست منى اللي عنده مصيبه كل شيء يسولف، اللي عنده مصيبه يشقق هدومه، اللي عنده مصيبه يتطين، اللي عنده مصيبه يقوم يصيح، اللي عنده مصيبه ينسى نفسه، يطلع بالشارع، يتخبى، يتلفظ. زين ما البعض يعني يتهمك بانه انت دا تستخدم هذه الاسلوب لاجل الانتشار، لاجل الشهره، لاجل خليني اسميها مصطلح الطشه مثل ما هو دارج بوسائل التواصل الاجتماعي. والله يا ست منى اولا احنا الطشه هم عيب على حيانا، اولا احنا صرنا شياب هو عندنا احفاد. عمرك طويل ان شاء الله يا رب صحه وعافيه. وعندنا احفاد يعني احنا هسه الطشه شنو احنا صغار مثلا ادور الطشه ولمن؟ هذا يعني هذا الناس كل واحد يفسر. هسه انت مثل واحد تعزمي للجماعة واحد يقول لك ها يريد يبين انه كريم، واحد يقول لك لا والله عنده فلوس بده يصرف، واحد يقول كل واحد يفسرها بتفسيره الخاص، هذا كل واحد تفسيره. اما انه طشه وغيره، احنا شعب ملكوم، احنا شعب الان عندنا مصيبه ما صايره بالكون، والله الان حقيقه والله الان دا ادور بكتب المغول وبكتب هالوكا اقول بزمن هالوكا صار عندنا. يا ست منى احنا الان عندنا هذا الاسبوع الان عندنا عائله بحي جامعه باعت اولادها، وعائله بالنجف باعوا اولادهم. هاي مصيبه عمي ما صايره عندنا بالتاريخ. بس هذه حالات شاذه لا تعمم على المجتمع العراقي. هسه الجسور الموجوده الان، هاي الجسور هسه مو موجوده عليها الشرطه قبل تخاف تتفجر خاف الجسور، الان الشرطه على الجسور حتى الناس لا تذبح روح الموت. لانه الموت يعني احنا الان مو حالات شاذه، هاي الحاله الشاذه اذا ما نحاول نقضي عليها يعني صايره بالتاريخ. اكو واحد هسه يبيع اولاده؟ ابيع اولاده؟ ما ترام يعني هذا الشارع كله مليان كل الناس مقاديه، هسه عاد صح بها مافيات، هاي نعم كل شيء موجود، بس انت الطبين للمستشفى عباره عن مصالح. مسلخ الطبين هسه هاي الموجوده تروح من صيدليه سعر الطبيب ياخذ اسعار 80 و100 الف هو بس كلام يا اخي. عمي ايها الطبيب الله يرحمك الله يجزيك خير واعيدها واكرر والله عمي ما حازينك يا بنيتنا الطبيبه الله يجزيك الخير ما حازينك يا بنتي بس العالم بده يشوفينا يا بنتي الان اذا تريد تموت
ومتوقف على شيء بسيط. انا دعوه للاطباء اقول عم واحد يوم واحد سوي لكلهم، الصيدلاني والطبيب والمختبري وحتى المضمد، يوم واحد سوي لله ثواب لاهلك، لله يوم واحد ثواب لاهلك من العصريه من الاربعة لثمانية، سووا لله. ما تريدون انتم مو وراكم موت، مو وراكم تؤمنون بجنه ونار، سووها لله سبحانه وتعالى. ما ناسكم وهاي شعبكم راح يموت، ما احنا الناس طلعت حتى شرفها اخلاقها راحت انعدمت، ما لم يبقى شيء، يعني لم يبقى في القوس من منزع. زين، بعد قرار المنع شيخ عداي انت طلعت بتصريح وقلت كفاكم ضحك على الذقون، اللي تريدوه هو اسكاتي عن قول الحق ونصرة المظلوم ولن اخون مبادئي. من يريد اسكاتك اليوم واني هنا ما اقدر اطلع عن الجنبة السياسية بقرار منعك من الظهور؟ الا تعتقد انهم يمكن أرعبتهم بخطبك، أرعبتهم بصوتك للفاسدين؟ والله يا ست منى، أنا مو مرعب، أنا إنسان مسالم. أنا مو مرعب، أنا إنسان مسالم، وجاء كل أتكلم مع كل سياسي، مع كل مسؤول، كل غيور. صحيح، أقول بس المنبر، لحية حضرتك، العمامة، هذه كلها لها هيبة تخوف الناس، أو يعني تخليهم يتجنبون الأفعال المسيئة والسيئة. أنا جاي أخوفهم بمآلات ما سوف يحدث. أنا أخوفهم أنه إحنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إحنا نخوفهم بهذا. هو ليش الآن هو دا يسمح إحنا ودا يسمح هذا الكلام ودا يأثر به؟ إحنا على قول رب العزة يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني ولذلك هو يفهمها. انا ما جاي ارعبهم، انا جاي اقول لهم اتقوا الله في هذا الشعب المسكين، الناس جاي تموت من الجوع، الجنوب مالتنا جنوب العراق دا يموت من الجوع، الغربيه جاي تحتضر، اقليم كردستان مو احسن حال، الناس عايشه بالخيم، الناس الان متحطمه، تعيينات ماكو، فرص عمل ماكو، يعني السوق مدمره، الشاب الان يطمح، يعني هاي البنيه اللي تعرف عليها بالكليه وحبتها وحبها ودي يطمح انه ورا التخرج يتزوجها، اي مو هذا ما دا يقدر، يعني احنا دا نعيشها كانه عبالك ايام الشباب. افتهم من حكيك انه انت حضرتك لا تمنع الحب في داخل الكليات والجامعات؟ والله هذا او لا تحرمه؟ يا ست منى، هو يعني انا اذا انعجبت بابنيه شابه وذو اخلاق وانسان ناس محترمه، شكو بها يعني اذا انعجبت باخلاقها، يعني شنو المانع؟ اما احنا التفسير الاخر، التفسير هذا مرفوض، مرفوض جمله وتفصيلا. زين، احنا اليوم نريد نوضح كل الخلافات والاختلافات التي انقسم من اجلها الشارع العراقي على خطبك وعلى حتى شخصيتك اللي تظهر بيها الى المنبر، لذلك ما اقدر يعني اطلع عن موضوع فعلا حضرتك تم ايقافك وعندك امر قبض على الحدود من جهه المطار، مطار بغداد بسنه 2021. اولا تم ايقافي، نعم، انه اكو يقول اكو عندك شكوى. زين، انا كنت طالع الاربيل. زين، والقي علي القبض في مطار بغداد الدولي. اي، وانا كنت ما اعرف حتى بها، يعني وهاي الشكوى من سنه 2015. اها، زين، اللي صدر بوقتها الى الاعلام انه حضرتك كان عليك تهمه اختلاس اموال. وانا بالله ما عندي منصب اداري حتى بالاوقاف حتى اختلس اموال، المناصب اللي عندنا إدارية ودينية، أنا رجل إمام مال الجامع، الاختلاس الأموال منين جتني؟ طيب لعد ليش طلعت كفالة بوقتها؟ ليش ما كان الموضوع يعني براءة فقط؟ ليش كفالة؟ لا، أنا طلعت براءة ما طلعت كفالة. وهي هذه الأشياء اللي لازم نوضحها، يعني حضرتك كانت عليك تهمة كيدية أقدر أقول؟ والله يا ستي هم دا يقول أن أنت عليك هاي بسنة 2015 أي. عليك أكو تهجم عليك على الدولة، يعني ألقي علي القبض على أنه أنا أتهجم على يعني على هيبة الدولة. أكو جهة سياسية تدعمك شيخ عداي؟ والله أنا ما لو عندي جهة سياسية ما كان سووا بي هيك. الله يحفظك إن شاء الله. الله يسلمك يا ست. طيب خليني أحكي عن كلمة لك قلت فيها أنه الانحلال ملة البلد، وجوجو تتحكم بيكم، الله يسخم وجوهكم، يعني هي هاي
تداولوها العراقيين هم بسخرية، وبنفس الوقت تشفوا بالسياسيين اللي يعتبروهم فاسدين. ف يعني السياسيين اليوم باعتقادك الاسم اللي قلته انت يتحكمون او يتحكم هو بالسياسيين الموجودين؟ والله يا ست منى، هسه هو اكو مرات غير اكو يسمونه جهد استخباري، اكو بالدوله بيها مخابرات وبيها استخبارات وبيها امين. هسه هو حتى اللي يريد يفعل المعصيه، هسه اللي يريد يفعل المعصيه هم الناس ما يشوفه، يعني متكتم على تليفون على صوره يحذر من هذا. زين انا دا اقول له يا انت كسياسي، هسه هاي الناس عامه الناس عاد ينضحك عليها، ناس بسطاء ما متحوطه او ما متعلمه ما عاد تحس امني، هاي ماشي. بس انا اقول مثلا هذا سياسي وهم دا يقول وبعض انه جوجو ولقوا في تليفونه صور معممين وتليفونات معممين. ست منى اعيد حتى الناس تسمع، في تليفون جوجو لقوا تليفونات وصور معممين، صور مو عيب. يعني احنا ذا الشغله واصله يم جوجو، زين لعد من دا يقودنا احنا؟ دا يقودنا جوجو؟ يعني هو هذا احنا هاي ثقتنا حطيناها بالمسؤول حتى يروح ويا جوجو؟ معقوله يعني احنا ندار بهالطريقه؟ اي والله عيب علينا وعيب على السياسي لما يوصل بهالمستوى، عيب. عم الناس حاطه ثقتها بيك، عم الناس اللي بالشارع ابو البسطيه والتعبان والمراه والارمله والمسكين عم ينتظرون من عندك، خلاص ننتظر احنا يوميا بالمساء زين نشوف لنا خبر مفرح. اي زين بهذا الموضوع أخبرك الوقف والمجمع الفقهي السني بأن حضرتك تسببت لهم بالحرج أكثر من مرة، شنو سبب هذا الحرج أو منين؟ يا ستي أولاً إحنا أكو عندنا خطبة تكلمنا بها، هو هذا البنك الدولي ذي تقول أنا ترى أجيب من عندكم، خاف الناس عبالها هذا الشيخ يقول لك عنده عيون أو عنده كوادر، أنا ترى أنتم عيوني، أنتم الآن للإعلاميين والشباب الآن ما يشوفونهم خلف الكواليس، ترى أنتم عيوني، أنا دا أشوف ودا أنقل هاي الحالات لما أنتم تنقلونها. ما طيب أنت شيخ على منبر، يعني يجب أن تتأكد من معلومات اللي تقولها على المنبر، يعني لازم تكون عندك مثلا مصادر، يجب أن يكون عندك أدلة حقيقية بحيث من على المنبر أنت دا تحكي عندك دليل. عفوا ست منى، أنا دا أتكلم الوقوف أعطاني إشعار، إحنا تكلمنا أكو نقلة قناة الشرقية أنه هذا البنك الدولي يقول أن الطلاب العراقيين 90% منهم يقرؤون ولا يفهمون. زين هي قناة الشرقية كل أخبارها صح؟ طبعا يعني جهة إعلامية رصينة وقال لا، والشرقية نقلتها من البنك الدولي ومن الموقع مالتهم. زين إذا أنتم إذا جهات إعلامية رصينة لعد منه يعني خوما الناس كيا كلها تروح تبحث بدقة. فأنا قلت إذا لا حضرتك حالة خاصة، حضرتك شيخ يعني لازم تكون باحث ودارس أكثر من عندنا. أنا ما موجودة، مو هسه أنا هم دا أشوف أولادي. أي أنا قلت عمي إحنا أنا مو دا أشوف أولادي، أشوف المستوى العلمي الآن ما يقدر للطالب. عمي إحنا جنطة هسه من الصف الأول ابتدائي ما يقدر يشيلها حتى على ظهره، صار بها 10 كيلوات ويجينا الطالب كل شيء ما دا يفهم. فقلت عمي هاي احنا مدارسنا مدارس حجي راضي، هاي مدارسنا حباني للو اذا هيجي طلاب مستوى، هسه المستوى التعليم هسه خط الطلاب. يعني احنا مدارسنا اليوم فعلا مدارس حجي راضي؟ نعم اليوم مدارسنا فعلا مدارس حجي راضي. والله كثير من والله كثير من عندها مدارسنا مدارس حجي راضي، وروحي نزلي للشارع وروحي سوي تقارير على الطلاب الابتدائي الكليات هسه شوفوا الابتدائي، روحي شوفوا الكليات وشوفوا مستوى الاخطاء ومستوى الاملاء المستوى الثقافي اللي عنده. زين بعد انتقادك لوزاره التربيه دزوا عليك وقالوا لك تعرف هاي الوزاره المن هذه مال ربعنا فلا تحكي عليها، صحيح هذا الموقف؟ صحيح. ومنو الجهة اللي تابعة لها وزارة التربية اليوم؟ والله يا ستي أولا هي أنا أول ما تكلمت بس على وزارة التربية، تكلمت على وزارة الصحة. التربية من دزوا عليك وقالوا لك هاي مرة ربعنا. هاي التربية وزارة ربعنا. أها. أي والصحة وزارة ربع فلان. هذا إحنا نقول هيك، أنا تكلمت على الداخلية. أي. مناشدة لحقوق إخواتنا بالداخلية. وانا تكلمت مع وزاره الدفاع، تكلمت على وزاره الزراعه اين دوركم؟ احنا متى من الجو ما خصيت وزاره. يجوز بس هاي يجوز المفرده يعني يجوز اثرت بهم حيل. سؤالي شيخ عداي اللي قالوا لك هاي مال ربعنا حزب لو طائفه؟ لا يعني شخصيات.
يعني أحزاب. خلينا ما ندخل بهذا الموضوع أكثر، أنا كافي عليك قرار المنع وما نريد نزيده أكثر. سلمت. زين، خليني أجي على الخطب اللي انتشرت لك واللي سوت لغط بالشارع العراقي، مثل الخطبة اللي غنيت بها وصفقت على المنبر، حلال حرام هذه، خلينا نشوف الفيديو ونرجع شيخ. طلع عندنا ذولا، طلعوا أهل المسيب، يقول عمه هذا الجسر المسيب، شو عمه؟ يقول نمنا العصر بالليل، يقول صبحنا صبح الجسر ماكو طاير، يقول نص من عنده شارعين يا جماعة، هاشين هذا الجسر ماكو، الجسر مشلوع. زين من شلعه؟ منو؟ حمدة أم القيمر اللي بالسدة شلعته. وين؟ يقول الجسر رايح. زين أسف الله، هسه عمي أنا أريد أرجع ناظم الغزالي، شلون يغني؟ أنا هسه أنا مشكلتي ناظم الغزالي، شلون يغني؟ يا أبا على الجسر اللي مسيب سيبوني. عمي يا ناظم الغزالي لا تطلع، الجسر اللي غنيت عليه راح، باعوه الجماعة. على جسر المسيب سيبوني راح. وكم والله عجيب، وكم معقولة حياة ماكو؟ ولكم حياة ماكو؟ بهذه الخطبة حضرتك بكيت على جسر المسيب بطريقتك، بس سويت شيء على المنبر ما مسويه قبلك أحد، صفقت وغنيت. والله أنا أكو غناء مال ملكوم، واكو تصفيق يصفق الانسان مرات من حرقه قلبه. احنا نقول هسه، احنا هسه يقول احنا ما نريد العنب، نريد سلتنا. هسه عمي ما نريد اعمار، نريد الموجودات القديمات خلوهن على حطتهن، بس ما الواحد يجي النوب يفتح لنا الجسر والهنقلاين مال والشيلمان مال الجسر ويشيله يوديه بغير منطقه. هذا مو هذا جسر. حضرتك انت متاكد من هذه المعلومه او وصلت لك اخبار اكيده؟ نعم عن موجود نقل الجسر. نعم موجوده، وعندي حتى الادله من اهل المنطقه اللي اتصلوا بينا ان الجسر بنفس الليله فتح من عند حديد. ما تعتقد انه هذا المنبر الى وقاره بحيث لا تجوز هذه الحركات؟ يا ستي انا ما جاي اتكلم، انا مسرحيه، انا مو ساخر، أنا دا أقول وين أنتم دا تريدون توصلون. ما هي الحركات اللي دا تظهر للناس؟ هي حركات مسرحية. والله الناس كل واحد دا يفهمها على طريقته الخاص. أنا ما جاي، أنا ملكوم دا أقول البلد دا يوصل لهذا المستوى، البلد دا يوصل لهذا المستوى. أنا ما جاي أتكلم ولا جاي أمثل مسرحية، أنا جاي أمثل أنقل آهات الشعب، المظالم الشعب، لكمات الشعب، جروح الناس. وصلنا لهذا المستوى، أنا ما جاي مو طريقة تمثيل أو كوميدية أو كذا من هالقبيل. لا. زين، أحكي على خطبة أخرى تحدثت بها بحرقة عن من يسب السيدة عائشة، هو منو يسب عرض النبي؟ لا ست منى، إحنا هسا ما عندنا مصيبة، وإحنا الأخوة الآن دي يشوفوني كزملاء رجال دين. هو ما تعتقد أنه هذه تحريض، هذه فتنة؟ لأن كل المراجع الشيعية، هسا إحنا السنية أكيد متفقين عليها على حرمة هذا الموضوع، لكن الشيعية، كل الشيعة، كل المراجع الشيعية تحرم التحدث بمثل هكذا أمور أو حتى إثارة هذه المواضيع، فما تعتقد أنه هذا خطابك كان بإثارة للطائفية قليلاً؟ لا هي موجودة، هذا أنا مو أثيرة، بس المنابر هاي المأجورة موجودة هاي. يعني أكو منبر يطلع؟ مستحيل يسب السيدة عائشة، مستحيل. يا سيدتي الآن هاي المنابر موجودة، بالسب واللعن والطعن موجودة قدام العالم، ما مخفية. زين هذولا ما يستحقون المنع وأنت تستحق المنع؟ لا هذه موضوع مهم، يعني ذولاك عادي مكملين وحضرتك منعت؟ لا عفوا، بس خلنا أكمل هاي 30 ثانية. أنا دا أقول إحنا كفانا نظل واحد يسب الثاني وواحد يشتب الثاني، وأنت الجنة إلك والجنة يمي، المفتاح مارت النار يم فلان. إحنا عم نريد نعيش، احنا دريد نعيش، احنا ظل هسه احنا ظل نسولف مالات 1400 سنه، احنا عم دريد نعيش، يعني احنا ابتلينا عايشين بهالبلد، يعني ما ممكن. احنا نريد نعيش حالنا حال العالم، حالنا حال عالم. عمي ما عندنا موروث، هسه ما عندنا موروث ديني، احنا هسه الان دخلنا بالاسلام جديد، ها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد يعني رسول الله، بدينا جديد، ماكو لا ماكو بالارض كل شيء، لاكم مسميات ولا نريد نعيش، اريد هذا المسيحي نحبه وهذا اليهود. عاد ليش اججت هذا الموضوع؟ ما هذا الموضوع بفتنه.
مو هذا الطعن، وانتم تشوفين هذا يعني هاي الاموال، ودي اقول لك هاي اموال هؤلاء الناس حلال وهذا زين. هذه فتنه زين. الخطبه الاخرى اللي استهزأت بها بالشعائر الحسينيه التي يقوم بها الشيعة بمحرم. لا انا ما استهزأت بالشعائر، انا دا استهزئ بالمسؤول. قلت هسه هم راح يجي محرم ويجي المسؤول الكاذب اللي يضحك بيه على ذقون الناس ويقول لك انا حسيني. انا دا اقول له اذا انت صدق حسيني من اتباع اهل بيت الله بيت رسول الله عليهم السلام انزل للناس. انا مو استهزئ بالشعائر، لا هذه شعائر باقيه الى قيام الساعه، هاي لكمات وجروح اصابت الامه. اقول للمسؤول لا تقعد تجي تلطم وياي، عيب كذاب انت. لا هو من دا يبوقني؟ هو من جاي يذبح بيه؟ من جاي اموت جوع بسببه؟ مو انت قاعد تلطم وياي؟ ما يصير تلطم وياي، انت روح اشتغل بشغلك. انا مصيبه، فانا اتكلم عن المسؤول الماجور الذي يريد ان يضحك به على بفعله هذا، يضحك به على ذقون الناس من هذا القبيل. انا اقول يا مسؤول روح عمي شوفوا محافظاتنا، شوفوا بالغربيه بالجنوب بالشمال، روح صلحوا، روح خدموا الناس، خدموا اهلكم زين. حضرتك من تحكي بامور اقتصاديه، مثلا الغاز المستورد من ايران، هل هو هجوم فقط على دوله ايران، ام حضرتك قعدت مع خبير نفطي وناقشت موضوع يعني استخراج الغاز ان كان الطبيعي او المصنع من النفط الخام؟ سيدتي انت الان في مكانك ايتها الاعلاميه الناجحه، الان انت هسه لما تسمعين اكو حاجه موجوده عندك بالبيت، هسه بالبيت انت جايبه مخضر ويجي واحد يجيب مخضر زياده فوق ما موجود، انت تنزعجين لانه الموجود عندك كافي. زين انت ليش تروح تجيب؟ تعتبره هدر. احنا مو نقول تقاطع، احنا مو شرط بس من ايران، اكو الان عندنا مشروع ويا السعوديه، اكو مشروع الان ويا الاردن، مشروع ويا تركيا، احنا قاعدين جيران، احنا خو ما نتقاطع ويا الناس. ما احنا بغض النظر اكو نتقاطع بالمذهب، نتقاطع بالفكر، بس هاي امور اقتصاديه ما لها علاقه. محلات وسوق اليهود كان بالمدينه المنوره، والرسول الكريم صلى الله عليه وعلى اله وسلم موجود ويشتري من عندهم. احنا بدنا نقول يا عراقيين انت ليش تستورد غاز من الجيران وغازك الان جاي تخلونه الان ده ينفجر من الارض، تسوي له تنفيس ويذهب هباء منثوره. مليارات من الغاز، اموال الغاز تروح هباء منثوره، وهاي هسه هاي موجوده كل ارض بالغربيه بالجنوبيه، غاز منبعث دا يعطونا تنفيس من الارض واحنا موجود عندنا. انت هسه انت من احكيك يعني ما قلبك يحرقك؟ اكيد انا يوميا احكي بهذا الموضوع اخو، بس الفكره انه انا اجيب خبير نفطي يحكي لنا يقول لي اني ما عندنا فلوس وما الى ذلك. هسه احنا ما نريد ندخل بالموضوع، بس لكن اني مجرد التوضيح، انا قلت لك من البدايه احنا اليوم نريد نوضح بعض الخطب اللي انقسم عليها الشارع العراقي. زين خليني ادخل الى موضوع الانجليز وثروه الانبار. تقولت انه الانجليز جوي واستحوذوا او حجزوا ثروه الغربيه. هذا موجود، السفير البريطاني قبل شهر اجى للانبار زين، وطبعا هو قبل سنتين تقريبا او ثلاثه الشركات موجوده وجاي تشتغل بالتنقيب، وقالوا انه الانبار بها من الفوسفات وبها من المعادن وبها من الزئبق وبها من المعاد، خيرات الله كلها موجوده في هذا المكان. زين ابو الانجليزي لما يجي يعني يسوي لي مصنع او يلزم لي منشاه نفطيه او زين، مو هذا ده يشغل شبابنا، مو احسن من السياسيين مالتنا اللي قاعدين؟ صح يعني صح، يشغلني يعطيني 25,000 دينار بس هو يوميا براسي ده ياخذ 10 ملايين، انا ده يعطيني مليار للبلد واني كل البلدان بها استثمارات اجنبيه. وعليش مو احنا طاقاتنا موجوده؟ هسه انا عليش اجيب انجليزي؟ احنا عايزين مهندسين، احنا ها كفاءات العراق هسه الان ببريطانيا وبالعالم، وكفاءات كلها عراقيه. يعني حضرتك دا تشكك بنوعيه الاستثمار اللي يجي للعراق هسه بغض النظر عن الغربيه، لكن في كل محافظات العراق انت تشكك بهذا الاستثمار؟ يا ستي هسه مو ولدنا دوله على ابواب الشركات الان دا يسدون، يقول عم عينونا هذول مو مهندسين؟ يعني هو مو مهندس، انا استورد الاله اي، بس انا استورد انت ليش اللي تستلم الجمل بما حمل؟ مو ولدنا هاي موجودين، هسه مو مهندسين الان تدور على التعيين. اليوم المهندسين طالعين تظاهره في سبيل زين، هذا مو درس دني بناتنا هسه الان طالعات يذبون عليهم المي حار،
لان خافت من التعيين. هسه يا اخي مو يقول لك انا احمل خبره ثانيا. انت بهذا الصدد حضرتك تقف مع المتظاهرين دائما وتقول افتحوا لهم الطرق، خلي نسمعهم، خلي نسمع الناس. انت دائما مع المتظاهرين يا ست. انا ذكرت الحكومه يا اخواني، الله سبحانه وتعالى رب العزه بجلال قدره وعظيم سلطانه سمع من ابليس، تحاور رب العزه مع ابليس، مع ابليس تحاور، قال لما لم تسجد؟ قال انا خلقتني خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج فانك رجيم وان عليك اللعنه، قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين. يعني هذا محاورة. دا أقول للناس يا حكومة الله يرضى عليكم، لا أنتم قدسية رب العالمين ولا هالناس بشيطنة الإبليس. اسمعوا يا تعالوا يا وليداتنا وليدي، أنت ليش ما الظاهر يا ابني؟ تعال يا ابنتي خلني قاعد وياكم هيك هالقاعدة. ابني أنت شبيك بابا؟ عمو أنا أريد أشتغل، أنا ما أريد أبوك، أنا ما أريد أسرق، أنا ما أريد أسرق قطع طريق، أنا أريد أعيش عيشة كريمة، أنا تعبت على نفسي وهاي البنية وصلناها، أريد الآن ناخذ حق تعبنا. انت ليش تجيب لي البنغالي والهندي والباكستاني وكله جايب ليها من برا مشغلها يد عماله وذولا ولدك يبحثون عن عمل؟ زين حضرتك شيخ، شلون تشوف التقاربات السنيه والشيعيه في سبيل تشكيل الحكومه باسرع وقت بعد انسحاب السيد مقتدى الصدر؟ احنا كشعب سني او شيعي، احنا ما عندنا ابدا كاختلاف. احنا هاي الناس احنا هم عايشين بالمريخ، جيراننا وهنا وناسنا ونسابتنا ونسواننا وبناتنا مطين هنا ماخذين من عندهم. احنا شعب هذا لا احد يشيل هام، احنا شعب عمه، احنا اخوه، احنا المسيح اخونا وحبيبنا، احنا الان اليزيدي متقلبين علي مثل ما هذول هم ملح البلد. احنا الان الاختلاف هو يم السياسيين مو يم سنه وشيعه. الان انت حضرتك ذكرت مقوله بعد انسحاب مقتدى الصدر وقلت ابو هاشم هاي ما مقبوله منك. والله قلت ابو هاشم احنا هوتنا بيك اكبر من هذا، احنا الناس الان داتئن. وهسه انا اعيد واكرر يا ابو هاشم الله يرضى عنك يا سيدنا يا معود يا ابو الغيره، الشعب العراقي ترى كان ينتظر من عندك غير هيك. يعني هسه مو الناس مو هسه يقول لك احنا شيل بينا ما بينا خير، والله بيكم خير، بس عمي يا انتم الاغلبيه وحققتم نصر، انتم الطبقه المسحوقه، انتم طبقه الكادحين الفلاحين المسحوقين. يا سيد لا تنسحب الله يرضى عنك الان، يعني احنا نريد تشكيل مال حكومه، تشكيل حكومه وكنا نعول على يعني على الجهه التي حصلت وحصدت على اعلى الاصوات. فانا وان عيد ونكرر، وانت هسه مكه والاخوه الموجودين هنا عمي كلكم خير وبركه، بس يا عمي احنا غير نريد كل احنا ناخذ حقنا واستحقاقنا، خلي هذا الرجال يا اخي يسمحونه هسه. انت ليش الا يعني انا اعرف كل شيء، خلي هذا الرجال يا انت واتباعك عمي هذا البلد خلينا نقود، سنه لك وسنه لنا عمي، خلينا نسعى لها هنسويها مثل كفار قريش. تعال يا رسول الله نعبد إلهك عاما تعبد إلهنا عاما، يا هسه حتى هذه خلوا الرجال يقود، يجوز يريد ينجح من يخفق يا أبا خلينا احنا البديل. زين هسه هذا إقرار من شيخ معمم سني بأن الأغلبية في العراق هي أغلبية شيعية؟ احنا نقول بالانتخابات حصلت الانتخابات السيد مقتدى الصدر هو حصل أغلبية الأصوات. يعني احنا ستمونا اولا احنا حتى المسيحي ما يصير نقول عليه اقليه، المسيحيين قلوبنا انفسنا، هو البلد يحلى اذا ما بي مسيحي ولا بي صابي ولا بي يزيدي ولا بي يعني كردي ولا سني ولا شيء. حتى ترفض تسميه اقليه لغير الاديان؟ عفوا انت ترفض تسميه الاقليه لاي دين؟ ابدا. بعد ليش يتهموك بالطائفيه شيخ عداي؟ والله يا ستي انا ارفض الاقليه، المسيحي مو اقليه والصابئ مو اقليه والسني مو اقليه والشيعه مو اقليه، احنا قاعدين هنا بيت هذا بيت اهلنا، هذا بيت اهلنا، وكل واحد البيزود يجيب خير البيت اهله، هذا بيتنا، هذا بيتنا احنا ما نتفرج، انا مو انت ابن فلان وفلان، احنا مثل شخص متزوج واكثر من زوجه واكثر من ديانه، بس قاعدين بيت واحد الاب واحد، الابونا العراق. ابونا العراق كل احنا بينا خير، احنا اذا ولدوا بنات انتم خير بهذا الجذر، حتى كل احنا ناكل لقمه من هذا الجذر، ما عندنا مكان زين. وما حد يلفينا. بالحديث عن السنه والشيعه نجي الى عدد الملحدين اللي نوهت عنهم باحد خطبك وقلت وصلوا الى 11,000 ملحد، برايك منو يتحمل مسؤوليه 11,000 ملحد موجودين
هل هو رجال الدين بخطبهم، المجتمع العراقي، التربية، تربية الأهل، منو يتحمل المسؤولية؟ والله هو هذا الأمر حقيقة بعدة عوامل. زين. أول عامل به رجل الدين. رجل الدين أنا لما يشوفني هسه الآن الفقير، أنا إذا ما أحكي معاناته ويقول لي أنت يا شيخنا والله أنت مرتاح، أمورك ماشية، عندك مرتب ومرتب وضعيتك، يعني لما أنا ما أحكي بهمومه يروح يلحد يقول معقول هذا الدين بهالطريقة؟ لما أنا أقعد أنا كخطيب على منبر الحسين عليه السلام وما أحكي بهمومه يقول لي يكفر بالدين الآن الذي عليه، يقول لي أنت ما تلامس جروحي، أنا أروح ألحد بسببك أنت أيها المعمم. أنا كنت أتصور أن تقول غير هذا الكلمة، أنت رباني، أنت من أهل الله سبحانه وتعالى، لازم ما تخاف الله لومة لائم. فلذلك الناس تريد أن تسمع من رجل الدين حصرا أولا ثم الآخرين. ثم إحنا نقول لو كانت رجال الدين من كل طبقات المجتمع، كل فئاته، زملائي وأخواني وأحبائي من الكل، من الجميع، ما وصلنا لهذا إذا ما وصل له. بس لرجل الدين إذا ساكت، لا هو هذا الذي راح يصير أكثر بينه، راح يصير أكثر لرجل الدين خايف. زين، قلت أنه طريقتك بالخطابة غير مبتكرة، هي طريقة للأنبياء والرسل. ما تعتقد أنه الدين الإسلامي هو دين محبة؟ عندما يكون المرء مسلم تهدأ نفسه، تهدأ روحه. حتى أذكر قول أو حديث للرسول الأكرم يقول: أرحنا يا بلال، في إشارة له إلى أنه أن يكون صوت بلال الحبشي رخيم وهادئ وقريب إلى القلب عندما يؤذن ويدعو إلى الصلاة. الإسلام دين رحمة. الآن وإحنا في هذا الموسم، مو بس دين الرحمة، ونحن الآن نعيش الآن هذه الأيام والحجيج في بيت الله سبحانه وتعالى مبارك عليكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. بارك الله بكل أيامك شيخ. أي والله، وإن شاء الله تقبلون، يعني نسأل الله أن ترجعون بحج مبرور وإن شاء الله وسائي مشكور، وترجعون لها لكم إن شاء الله بذنب مغفور. إحنا الآن يا سيدتي، يا أيتها الإعلامية، يا أخواني الشعب العراقي، يا مسؤولين الآن جاي يشاهدوننا، بالله عليكم أنا والله مو أيهما أعظم عند الله الآن هسه الطوف على بيت الفقراء أم الطوف في بيت الله؟ والله الطواف على بيت الفقراء أولى، ثم بعدين أنطوف في بيت الله لما تؤدي حق هذا. السعي على الأرملة والمسكين قبل أن تسعى بين الصفا والمروة، قبل أن ترجم الشيطان الشاخص، الآن أرجم الشيطان في هذا النفس، قبل أن تلبس البياض انزع السواد الذي في قلبك. هاي المشاعر. وأنا أذكر أخوتنا وأذكرهم بدون ذكر، يقول لما سئل الإمام الصادق عليه السلام لما ذهب من بعده علي بن يقطين مسرعا وقد سبقه الإمام عليه السلام إلى الحج، فقال الإمام الصادق عليه السلام: قال ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. لم يحجوا هذا العام، هاي تكملة سام، خاف نسولف أنه بالناس تزع علينا. ابحثوا عن تكملة ماذا قال الإمام الصادق: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. لما رأى أمرأة، علي بن يقطين رأى أمرأة تأكل دجاجة ميتة من مزبلة، أعطى كل ما يملك. البيوت، الطواف على بيوت الفقراء أعظم عند الله، أعظم عند الله. الطواف بالبيت الله خليه آخر شيء، طوف على بيت الفقراء، على المسكين. زين، تسمح لي أسألك على لون عمامتك شيخ؟ نعم. ليش لونها أخضر؟ أولا نحن في سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه الرسول لبس عدة عمائم بعدة ألوان، تقصد؟ وبعدة ألوان، يعني أشكال وألوان، ألوان وعدة أشكال، حتى أنه يعني أهل بيت الرسول، كان رسول أكرم في السفر يتخذ عمامة، وفي الحضر يتخذ عمامة، وفي الحرب يتخذ عمامة، وكذلك أهل بيت رسول الله. حتى الإمام زين العابدين عليه السلام، تذكر كتب التاريخ يذكر من جمالية، يقول: كنت لا أميز بين جمالية خد الإمام مع بياض عمته. فهذا لبس العمائم لبس مباح، لبس مباح، وفعلها الرسول الأكرم. أنا ردت أجرئ إخواني وزملائي، نحيي هذه السنن، نحيي هذه العمائم، أنه
لا عمامة واحدة فقط، بل أنها فعلها رسول الله ولبس عدة عمائم، فالأمر فيه مباح. طيب، بالحديث عن هذا الموضوع، الوقف السني يقول بأنك لا تمتلك قرار من المجلس العلمي وسيتم عرضك على لجنة علمية، مع أنه حضرتك عندك دكتورة. إحنا بالنسبة للمجلس العلمي، أنا أولا أخطب بالمساجد وأنا بصف الرابع إعدادي، يعني مو رسمي، اتعينت رسميا يعني بال2001 وعندي هذا الكتاب. إحنا أكو عندنا المجلس العلمي، هو عبارة عن، يعني هو المنبر أي أحد يقدر يصعد ويخطب بالناس؟ لا، هو عفوا، أنا ككتاب أولا عندي مجلس علمي، وعندي مجلس علمي مؤهل بالإمامة والخطابة. بسنة 2003 2001 لو 2003 شيخ، عفوا 2001 لو 2003 لا أنا 2001 تعينت رسميا. أي. 2003 احترقت الوزارات مثل أيام الغزو، زين، وضاعت السجلات، فإحنا أنا وكثير من الناس والأئمة والخطباء ضاعت أوراقنا الثبوتية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية سابقا. فلما رجعنا للمهنة فيما بعد ورجعنا للخطابة، أكو مؤيدين يعني خبراء، فالخبراء زودونا بكتب أنه كل شخص، وعندنا يعني بناء على مثلا عندك هوية، هاي الهوية لا تصرف مثلا، تدري الهوية لها بها عمر زمني وتسقط، فهذه الهوية لا تصرف، هم عندهم في نظامهم الإداري لا تصرف إلا ورجل قد اجتاز الامتحان الإمامة والخطابة. وأنا ذني موجودات عندي، وتأييد الخبير العلمي في المؤسسات موجود عندي إلى الآن بخط إيده، وإذا تحبون أعرضه للإعلام، وإذا يريدون الأوقاف يريدون يمتحنوني بالخطابة أنا حاضر، خلي يمتحنوني قدام الإعلام أنا حاضر. أكو أحد تدخل حتى يوقف هذا المنع؟ والله أنا اليوم لحد الصبح اتصل بي يعني حقيقة الأمين العام للحزب الإسلامي حجي رشيد العزاوي، السلام، والله نقول السلام عليكم حجي رشيد، والله يجزيك خير ورحم الله والديك. قال لي أنا والله يا ابني ما متصل بك أو ما شايفك. حجي رشيد العزاوي الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي اتصل بي أولا، جزاء الله خير، والله من باب التواضع، الله يرفع مقدارك ودرجتك. اتصل بي قال والله يا ابني أنا أسمع خطابك، وأني والله ما شايفك، أنا شايفه لأن هو أكبر من عندنا رجل مسن. قال والله أنا أسمع خطابك وأني أفهم عليه أكثر من الآخرين، أنا ما أريد أروح للخطبة أنام، أنا أريد الخطيب يحكي وباقي. هذا الأمين العام للحزب الإسلامي، وهو شيخ كبير ومخضرم حقيقة في السياسة. هذا يعني حنرجع اليوم نشوف شيخ عداي بعد فترة يرجع يلقي على المنبر خطبه المعتادة؟ والله ليش لا، يعني احنا هذا خط، احنا قد نكون مخطئين اذا هسه هذه الكلمه والمفرده، يعني ايضا من باب هذا المنبر، اذا كانت هذه المفرده زعجه اخرين، عمي انا احتذر من عتها، انا احتذر الى كافه اطياف الشعب العراقي. هسه جزاك الله خير ذكرتينا والله ستبونا، عمي يا الشعب العراقي اذا كانت هذه المفرده تقولون عليها الزعل ما يصير، عمي انا اعتذر الى جميع اطياف الشعب العراقي، عفوا سامحوني، زلت لسان كبوة فارس خان التعبير، أنا وليدكم سامح عبروا ليها. أما يعني وهي واقع موجود يعني واقع مرير موجود. رسالتك بعمامتك بلحيتك بلبسك الديني أتمنى أن تصل إلى كل من يهمه الأمر وإلى كل صاحب قرار في وطننا المتأزم فعلا بكل جوانبه، سياسيا اقتصاديا وحتى دينيا في بعض المرات. الله يسلمك ستمنى، الله يرضى عنك. يعني احب انوه الى انه الوقف السني رفض الظهور بهذه الحلقه وسابقا ايضا، ولهذا انا كنت الطرف الاخر من او جزئيا ضد شويه الشيخ عداي الغريري. شكرا لسعه صدرك الشيخ عداي الغريري او الشيخ الدكتور عداي الغريري، شكرا جزيلا. الله يسلمك ستمنى، شكرا جزيلا، الله يوفقكم ايها الجنود المجهولون. شكراً. الذين الان انتم خلف الكواليس، الذين كثير من الناس لا يعلمون فعلا ماذا تؤدون. الشباب ويانا مصورين وبكادر الكنترول وكله، صوتك ان شاء الله دائما يبقى صوت عالي ضد كل فاسد في هذا البلد. شكرا جزيلا لك شيخ الدكتور عداي الغريري، شكرا لكم مشاهدينا في كل مكان، التقيكم غدا ان شاء الله.